توج فريق القادسية الكويتي بكأس الاتحاد الأسيوي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على أربيل العراقي بفارق ركلات الترجيح في نهائي النسخة 11 للبطولة الذي أقيم مساء السبت على ملعب مكتوم بن راشد بدبي في حضور ما يقرب من 8000 متفرج معظمهم من أنصار أربيل. النهائي العربي الخالص الذي أداره الدولي الكوري الجنوبي كيم دونج جين خلى من الأهداف في أشواطه الأربعة قبل أن يبتسم لركلات الترجيح لزملاء الحارس الدولي الكبير نواف الخالدي. رفاق القائد بدر المطوع أبقوا اللقب في قبضة الأندية الكويتية للعام الثالث على التوالي بعد أن توج الكويت بلقبي 2012 و2013، وأكدوا هيمنة الأندية العربية على البطولة بإحرازهم الكأس العاشرة من مجموع 11 بطولة أقيمت حتى الآن، ولم يخرج اللقب خلالها من حوزة أبناء لغة الضاد سوى مرة وحيدة لمصلحة ناساف كارشي الأوزبكي عام 2011. كان فريق القادسية قد اتجه لهذه البطولة بعد إخفاقه في بلوغ مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا عقب خسارته أمام الجيش القطري بثلاثة أهداف دون رد، ثم تمكن من تصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة على حساب الحد البحريني والشرطة العراقي والوحدة السوري. في ثمن النهائي أطاح الملكي بفريق ذات راس الأردني برباعية، ثم تجاوز الحد البحريني في ربع النهائي بصعوبة بعد تعادله بهدف لمثله على أرضه وبهدفين في كل شبكة خارجها. تأسس نادي القادسية عام 60، ومنذ ذلك التاريخ كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة الكويتية والعربية، حيث أحرز لقب الدوري الكويتي 15 مرة ومثلها في كأس الأمير، بالإضافة لسبعة ألقاب في كأس ولي العهد وأربعة ألقاب في كأس الاتحاد الكويتي ولقبين في كأس الخرافي، كما توج بلقب كأس أندية الخليج عامي 99 و2005.